طيب عندي دلوقتي مقبل مغربي، الزعلوك. سلطة الزعلوك المغربية معروفة في العالم كله. سلطة الزعلوك عبارة عن ايه؟ حاجة شبه الراهب كده، بس هي على الطعم المغربي الأصيل. هنحتاج فيها، سجلوا معايا المقادير بتاعت الزعلوك. عندي بتنجان باخده بشويه في الفرن أو على النار كده على البوتاجاز كده لحد ما يبقى معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بقشره وبقوم فرماه ناعم. طماطم مفرومه من غير اي حاجه، من غير قشر خالص ولا بذر، بحاول اشيل منها. كزبره وبقدونس، زيتون اسود، ليمون مخلل، وعندي كمان كمون، ثوم مفروم، وعندنا هنا جنزبيل وبابريكا. يفضل انا بعمل الطريقه بعملها ازاي. انا باخد الطماطم والثوم والبتنجان الثلاثه، بحطهم في صينيه، صراحه بغسلهم كويس جدا، بمسحهم الاول بالخل واغسلهم كويس جدا، انشفهم واحطهم في صينيه، ادخلهم الفرن يتشوا معايا. بعد كده اقشرهم وهتك يا فرم 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 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقوا معانا حلوين قوي. وطبعا هحتاج زيت عادي على زيت زيتون. هنا هحط الخليط بتاع الزيت العادي، بس زيت زيتون اغلب، يعني زيت زيتون يكون غالب شويه، لانه زيت زيتون بيديني تيست حلو قوي. بنزل بالتومة بتاعتي، تومة المفرومة، اوكي. هنزل بالتوميتو، طماطم المشوية والمفرومة والمتقشرة طبعا. هنزل بالبتنجان، الله على الروائح، الله الله الله. وهبتدي انزل بالتتبيلة، الكمون، سكنجبير اللي هو الجنزبيل، تحميرة اللي هي البابريكا، والملح طبعا، والبزار اللي هو الفلفل الأسود. الملح حسب رغبتكم أنتوا، أنا هحط فيها الحامض، وعندي البزار الفلفل الأسود. وهاجي بالخضرة بتاعتي طبعا، هنزل بيها شوية من كزبر اللي هي الكزبرة، وشوية من البقدونس. حلوين، نسيب دي ممكن نحتاجها كده، وناخد ده هنا، وأقدم الأطباق اللي أنا هعمل فيها، بقدمها أو بظبطها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شوية ورد مجفف كده، يعني قدميه بالشكل اللي تحبيه زي ما تفضلي براحتك على الآخر. بس كده عندي هنا الحامض او الليمون مصير، باخد الحامض واقوم شايله منه البذره، البذره اللي كنقولوا لها في المغرب العلفه. ليه؟ عشان تبقى معايا حلوه وما يمررش معايا. هنا بقى ده اختياري، انا بحب اخد شويه واقوم حطاها معاه صراحه بالشكل ده، رفائق يعني الشرايط او رفيعه خالص، بحب اقطعها بالطريقه دي واقوم نازله بيها معايا عندي ومعايا عندنا هناك اهو. بحب انزلهم كده يدوني طعم، وبحب اخد شويه زيتون يتعمل معاه. في اللي ما بيحبش الخطوه دي بتاعت الزيتون على فكره، عندنا في المغرب في ناس ما بتعملهاش، لا هي ولا الليمون، بس انا بعشق يبقى بالشكل ده. اسيبه بقى يتهري كله مع بعضه، والتوابل دي تستوي 10 دقايق على النار، تكون متوسطه ربع ساعه، لازم يتهري حلو جدا جدا جدا. وبعد كده بقدمه، بزينه بالطريقه اللي انا عايزاها. يقدم ساخن ويقدم بارد. سلطه من السلطات اللي بتحتفظي بيها اسبوع في الثلاجه، تاكليها بصحه والراحه. انا عشان الطماطم فيها فبنحتفظ بيها 5 ايام، بس ممكن تصبر معاكي لغايه اسبوع لو هي احسنتي التخزين، بصراحه لو احسنتي تخزينها. بسيبها كده، حاجه حلوه جدا، سلطه جميله جميله جميله. وانا بعملها هي اوريدي مستويه، بدوس عليها بالشوكه، بدوس عليها دوسه كده اساعدها بس كده، واسيبها تغلي. الملح والفلفل حسب مزاجك.
هرجع أقول الزعلوك المغربي من السلطات المعروفة جدا والشهيرة جدا في المغرب، إذا كان هي، إذا كانت كتوكة المغربية، إذا كانت المعقودة، إذا كان خزوم شرمال. المعقودة هي البطاطا، سبق وعملناها كتير، سبق وعملنا السلطات المغربية كلها طبعا، بس طالما طلبتوها بنعملها، وبنعملها بأشكال تانية خالص واختراعات تانية وتقديم خالص، وكل حاجة حاجة تانية خالص. باخد الطبق بتاعي ونروح نقدمه، يلا بينا. هنا انا حطيت ثلاث بولات، ممكن تقدموه في طبق عادي جدا في طاجين صغير بحال هذا، هذا اللي ورايا هنا اهو بحال هذا، يعني براحتكم خالص. انا فضلت اني اقدمه النهارده بطريقه مختلفه شويه، اهو حاجه كده يبقى شكلها لطيف، سلطة مغربية تقليدية قديمة الأزل، طعمها حلو جدا، حاجة من الحاجات الجميلة والرائعة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.